بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ينادي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ينادي المؤمنين لأنهم أهل الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تشريف لهم باسم الإيمان، فالإيمان مرتبة عظيمة يمتاز بها المؤمن على غيره من الكفار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بألسنتكم وتذكروها بقلوبكم، فاشكروا الله عليها بالقول وبالفعل وبالقلب. هذا هو شكر النعمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي هم قوم من اليهود أن يبسطوا إليكم أيديهم بالعذاب وبالكيد، وذلك حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بني النضير يريد منهم الإعانة على دية قتيلين قتلا في الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهما، وقد كان تعاهد مع اليهود أن يعينوا المسلمين على النوائب التي تنوب المسلمين، فخرج بموجب هذا العهد بينه وبينهم، فوعدوه بأنهم سيعينونه، ثم دبروا له الحيلة. فبينما هو جالس تحت ظل جدار هو وأصحابه، إذ أمروا واحدا منهم أن يأخذ حجر رحى فيلقيه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، فأخبر الله نبيه بهذه المكيدة بواسطة جبريل عليه السلام، فقام صلى الله عليه وسلم من المكان ورجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، ثم بعد ذلك غزا بني النضير وأظفره الله بهم وأجلاهم إلى أذرعات نكالا بهم. فهذا هو معنى قوله تعالى: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقيل غير ذلك في تفسير الآية من مكائد الكفار مع المسلمين، أنهم يبيتون لهم دائما وأبدا النقيصة والانتقام، ثم إن الله يفضحهم ويخبر المسلمين بمكائدهم فينصر الله عباده المؤمنين على هؤلاء الكافرين. فكف أيديهم عنكم، ثم قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بتقواه، لأن التقوى الله هي الكلمة الجامعة لكل خير، وذلك بأن يتخذ العبد بينه وبين الله وبين غضب الله وعقاب الله وقاية تقيه من ذلك، ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، فإنها هي الدرع الواقي من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا يقي من عذاب الله إلا تقوى الله سبحانه. إن الله خبير بما تعملون، فإنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ظاهرها وباطنها،
وسيجازيكم عليها، فعليكم أن تتقوا الله وأن تصلحوا أعمالكم وأن تتوبوا من ذنوبكم وأن تكونوا على أهبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى ومواجهة الحساب، فكونوا على أهبة من ذلك، فإن الله سبحانه بلغكم عن ذلك فقال إن الله خبير بما تعملون، قال سبحانه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإلى هنا نكون قد انتهينا من تفسير هذه الآيات، فلنتوجه إلى بيان ما يؤخذ منها من أحكام، فنقول وبالله التوفيق، يؤخذ من هذه الآيات وجوب شكر النعم، لأن النعم إذا شكرت فإنها تبقى وتزيد، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. والشكر معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله سبحانه، والاعتراف بنعمته، وصرفها في طاعته. فالشكر لا بد له من ثلاثة أركان: تحدث بها اللسان، اذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها بالقلب، أن تعلم أنها من الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بكدك ولا بكسبك، وإنما هي من الله تفضل منه سبحانه وتعالى عليك. والركن الثالث أن تصرفها في طاعة الله وفيما يرضي الله، ولا تصرفها في معاصي الله وتستعين بها على معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كفر للنعمة. والفرق بين الحمد والشكر، كل منهما ثناء على الله سبحانه، ولكن الحمد إنما يكون باللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأما الشكر فيكون باللسان، الحمد يكون باللسان وبالقلب، الحمد لا بد أن يكون باللسان وبالقلب، وكذلك الشكر يكون باللسان وبالقلب، لكن الشكر يزيد على الحمد بأنه يكون بالأفعال، وأما الحمد فلا يكون بالأفعال، وإنما يكون باللسان والقلب فقط. ولهذا يقول سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فجعل العمل من الشكر. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب الوفاء بعهد الله الذي أخذه على المؤمنين بمبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مسلم فإنه قد عاهد الله بهذا العهد ولو لم يكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا دخل في الإسلام فقد عاهد الله سبحانه وتعالى، وإذا قال في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين فقد عاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. وقيل المراد بالعهد الذي أخذه الله على بني آدم حينما استخرجهم من صلب أبيهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إن كنا عن هذا غافلين. فهذا هو العهد الذي أخذه الله على المؤمنين، وهذا قول في تفسير الآية الكريمة. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب تقوى الله تعالى بفعل أوامره وترك مناهيه،
وقد كرر الله الأمر بالتقوى في آيات كثيرة ومواضع متعددة لأهميتها. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.